سعد وانا بعد في بلا شاك عبقتني وانا بعد كلمة مطبق ولا كلمة هلا سعد وانا بعد في بلا شاك عبقتني وانا بعد كلمة مطبق حول يمين حول يسار مرة يمين مرة يسار سفر يمين سفر يسار أم العلوم ونشر الأخبار أبغتني أنا وسعد في بلا شاك أما تصيب ولا تخيب يلا سهلا أبغتني أنا وسعد في بلا شاك أما تصيب ولا تخيب يلا سهلا تصيب تصيب حاول يمين حاول يسار مرة يمين مرة شمال حاول يمين روح يسار يسار مرة يمين مرة يسار شفي وانا بعد على الوعد في بلا شاك لبه لا لا الكلمة هذه تدقدق مشاعري تلعب بحسيسي المتى وحنا بنتم هالشكل ما نشوف بعض ولازم نكحل عيوننا بعض أنا بصراحة متعاطف وياكم يا الحريم كله طرحة وغشوة ما أدري شلون تشوفون يا أخي أبي أشوف الجمال جماله في غروره يقول الشول شوله أموت على اللون الأبيض أنا الأبيض إذا غيري تلون بسم الله الرحمن الرحيم ما عجبتك؟ من كثر ما عجبتيني مصدوم شو هالجمال الحلو وهالعيون الوساح وهالغمازة وهالبراطم شعراته له عيونه له شيني أشيل طوايفك بس بروح الحمام وراجع يا حسن انتظرك يا حسافة يا هالورد انتظرك انتظرك حبيته حبيته والله وسووها الشباب ايه بصراحة اعطيهم تعظيم سلام والله طلعوا بين الشياب هذين بس تدبون الصج هذا ابو هلال والله عجيب صراحة اختار صح واحدة عمرها 32 لا ومليونيرة عندها فلوس فلوس أنا عارف ناس كل ما حاولوا يتقدمون يبون يتزوجون وقفوا بريك يبا هذه واحدة ويخاف يتزوج تبيه يتزوج الثانية حامض على بوزة أنا مسوي نفسي سرحان بس أدري إنكم تقصدوني ايه يبا انا ليت اتزوج ما بتزوج ناس بهلال واحده وزنها 32 كيلو عمرها 32 مو بوزنها مو بمهم العمر او الوزن ايه المهم اني انا اكون مقتنع فيها مو بمثلكم تعالوا تزوج غشيم والله غشيم يبا كلنا قبل الزواج نكون مقتنعين 100% بس بعدين كلنا تقريبا نكتشف ان احنا استعيلنا عقب شنو عقب وفاة الاوان يبا كلنا نفكر نتزوج الثانية إيه نعم. لكن هالخطوة ما حد يقدر يسويها إلا أهلها نعم يعني أنا كذي أقدر أفهم من كلامكم إن سعد وبهلال ذيابة ما شاء الله عليهم إيه. مو مثل بعض الناس سعودتي سعد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سكنهم مساكنهم سكنهم مساكنهم أعوذ بالله من كلمة الله التامات أعوذ بالله من كلمة الله التامات سعد سعد ايش فيك الله يهداك ايش فيك بسم الله الرحمن الرحيم قرعتني ايش فيك من انا 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 هدية عروستك ايش فيك ايش فيك ما عرفتني لا اله الا الله هدية انت سمساوي وويد انت سمساوي وويد انا يعني متعدلت لك ومتزينت لك ايش فيك يعني يا سعود ما عجبتك يعني لا طبعا طبعا يعني لا عجبتيني ايه. بغيت اموت من الاعجاب بغى يوقف قلبي بعدين يعني انت صحتيني بسرعه ما كنت مستعد للصدمه يعني قصدي يعني الاعجاب الاعجاب بسم الله عليك يا سعودتي يعني
يعني الليلة اللي بغينا نروح نتعشى، ايش تبيني البس لك؟ تلبسي لي؟ ايه الليلة؟ ايش فيك؟ صاح منبه. ليش؟ وقت حبوبك الحين. ها؟ وقت حبوبك، اكل حبوبك. سعوتي. نعم. سعوتي. نعم يبا. انا اقول يعني ما لي حاجه في الحبوب. انت حبوبي وانت دواي وانت راحة بالي. يا شباب يحق لهم، يحق لهم يتاخرون. معاريس معاريس. اي يحق لهم. التاخير يحسسك انهم عايشين حياة الدلع. نعم. حياة النعيم، حياة من عالم ثاني. يا جماعة نعم. انتم من كثر ما حاطين العين عليهم يب تحسدونهم يب تنحسونهم. سعد شنقل قالي شنقل بالك، شنقل قالي شنقل بالك، والعارس ويانا الليلك، والعارس معانا الليلك، شنقل قالي شنقل قيلك. بس 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 فضحتنا هناك، تبي تفضحنا هني بعد؟ شي كنت صاحي ولا بصاحي؟ يا ربشه. ايوه عطني يبا واحد شاي. احلى شاي لاحلى معرس. خلاص بابا ما بي ما ما بي شاي، عطني ماي ماي ماي، عطني ماي خلي يبرد علي يوفي. بس ماي لاحلى معرس. افا افا خير ان شاء الله. ايش فيك؟ اي خير اي خير، بس خلي ساكت خلي ساكت. خير يا البطل، وليش ثوبك معفس كذي؟ حسون 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 الخسيس. حسون ايش في بعد؟ ايش في حسون؟ زوجتني وحدها قريب التسعين. اوف قريب التسعين يا طري. اوف 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 تسعين. يعني الزواج طلعت فشنك؟ فشنك؟ الا فشنقين. اقول لك قريب التسعين، قريب التسعين. انا 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 اللي قهرني. ايه؟ انه لابسه هذاك الفستان وهذيك الطرحه بيضة. لا وبعد هذاك الفستان اللي مخنصر عليها. لا تقول يا فهري. نعم. انا قلت لها بس شلي هذا، شلي شلي الطرحه. اي نعم اي نعم. ابي بشوف الوجه. اي لكن يا فهري يوم شلت هذا بسم الله الرحمن الرحيم الا وجهه مخطط. تقول قاتم 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 مسمخه مخطط. اخ سعد. بسم الله. يا اخ سعد انا ما اسمح لك تتكلم على بلاط الناس كذي، خصوصا لو كانت زوجتك. يا ربع. نعم. هذي خلوه ينطم، خلوه ينطم يا ربع، ترى انا اللي فيني كافيني. انطم. الا ابو هلال. وين ابو هلال؟ ابو هلال حبيبي هالمره طلع البطل. هل؟ ايه شلون؟ ما تشوفه ما حضر للحين، على الاقل واحده صابت والثانيه خابت. اي والله ما شاء الله حتى بيت زوجته حلو. ها؟ وانت وانت ايش دراك ان بيت زوجته حلو؟ ما تقول لي انت ايش دراك؟ انا كنت شاهد، يعني انا لو ما رحت هو ما يتزوج. اقول لك البيت من كثر ما هو حلو، الجبس عندهم التشطيب. قصدك التطريز؟ اي تطريز الجبس في الطوفه حلو. كيك كيك كيك. عندي هديه؟ لا لا وصلت المحاضره. المحاضره المحاضره. يلا يلا المحاضره محاضره محاضره. مع السلامه مع السلامه. محاضره ما حسرت على نفسي. من امس في الحمام وانا هني. مالت عليك ومالت علي، بعدني مع البط. بهلال هلولتي. بل هذه لا لا تكسر علي باب الحمام. البقره الهايجه الخبله هذه مجنونه تسويها. ايش دعوه قاعد في الحمام من امس؟ ايش عندك؟ هاي بطني بطني تعوني، ما اقدر اتكلم من الوجع، يمكن تسممت من العشاء. انزين بطل الباب، برويك ذاك الفستان الاحمر الحلو لبست لك اياه من امس. شنو؟ لون احمر؟ احمر منك ما في، انت كرهتيني باللون الاحمر يا حمارة القايله. اي اي بطني انت روحي نامي وانا بطلعت اصحيك. نامت عليك طوفه من المجنون اللي قاعدك انت. بطل الباب احسن لك ولا كسرت على راسك بسرعه. اي بطني 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 تعورني. والله صحيح
صحيح كلامك يا سامح، الرجال ما يرد، الظاهر يضبطت ويا الامور، الظاهر بياكل العسل ويا الشمع الحاله، مو بابا يا حبي، لكن تدري والله لا خرب عليه، ما خليه يتهنى. ايه اتصل اتصل خل نخرب عليه. يا اخي انتوا ليش حقودين وحسودين؟ خلوا الريال يستمتع ويتهنى في حياته. انت انتب 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 لكن فرج. نعم. اعزمني في كوفي شبك. ولي خذوني معك. لا اديك الا تليفون. لا عايشه نعيم. أكيد نامت. حلو. سلعتك كاتبتك وين سلمتك؟ انا مو بمرتك؟ مرتك مو بحلالك؟ فديتك. ليش خايف مني؟ خلنا نتفاهم، كل شيء نحدث بالود بالود بالود؟ يلا خلينا نشوف الود. انا بقول يلا انا بقول ان شاء الله يسلمك. وقف ابو هلال، ابو هلال وقف يا ابو هلال. الله لا يبارك. الله لا يبارك. ابو هلال لا حطتني وين وقف يا ابو هلال. الله لا يبارك. وقف وقف يا ابو هلال. ابو هلال قلبي بوهلال حبيبي بوهلال عفك بص انت ايش تبين؟ تعال انت بوهلال كل دلفي زين دفتي دفتي لسان دفتي لحظة لحظة اوف الله يبارك فيك يلا يا ربي رد علي تكفى يا سعد وينك؟ الو سعد تكفى لحق علي اي انا ادز لك اللوكيشن بسرعه يا رب ما يتاخر علي سعد ولا تلحقني هالقرعه الحايجه اهب من وجه قطعه لا حول الله ولا قوه الا بالله العلي العظيم والله يا ابو هلال يوم سمعت مصيبتك هانت علي مصيبتي اقول لك لها شنب ولحيه يا سعد اعوذ بالله شو هالحكي يا زلمه انت ايش بلاك قلبت سوري لا يكون انت اللي متزوجها سعد انا اللي عندي يمكن مصارعه هذه الظاهر تشبه اندرتيكر يا رجل ثبتت ايدي ورصت علي كسرت جسمي مع اني استسلمت وما عدت لي حسبي الله عليها من مره لا حول الله ولا قوه اقول الحمد لله على اللي عندي انا زين اللي ما بادلتك قبل الزواج يا ليتني وافقت اطلعك اضحك اضحك المهم يلا ودني البيت وين هذا شلون بتروح لهم انت شكلك جاي متبهدل شو بتقول لهم وين اروح يعني انت ايش فيك انت ايش بلاك ودني بعدين يحل الف حلال هذا وديك وديك والله يبارك فيك ولي بالساحه اللي شفتك السلام عليكم ندى عليكم السلام ابو هلال ايش فيك عسى ما شر وبعدين غترتك وعقالك وينهم وثوبك ليش مبهدل؟ كأنك متهاوش؟ لا يا ندى ما في شيء لا تخافين لا تقولي انك مسوي حادث فال الله ولا فالك انا بقول السالفة انا نمت في العزبة وقعدت الصبح لقيت العنز ماكل الغطرة الله لا يبارك فيها واللي زاد الطين بلة يا ندى تعرفين انا لازم اتسبح ونظيف وريحتي حلوة لقيت التانكي ما في ماي كلش مخلص والعنز كلت عقالك بعد؟ ها؟ لا لا عقالي خليتها بالعزبة وبعدين ايش دعوة تبيني اجي البيت حاط عقال بدون غطرة ما يصير يا ندى والله ما يندرى عنك يا خوفي من هالعنز ايش تقصدين لا ولا شيء بس قلت انا بهك تنتبه للعنز تقص على التيس شنو الله يحدك عنز وتيس وقص عليها وتقص عليه لا تطمني انا تيوسي ومعزاي متفاهمين مع بعض وبعدين ندى انا مش فاضي لك لك اروح اتسبح وابدل جلدي اقصد ابدل ثيابي علشان اروح العزبه اخذ قروني نعم اقصد عقالي خربطتيني مع التيس يلا ندى مع السلامه يما
من لحظة إن أبوي صار دائما مرتبك مو على بعض ودائما سرحان. حلا فهمتك فهمتك فهمتك. روحي غرفتك ذاكري، بدل مرة بروح بكرامتي أحسن، باخذ معاي الشاي والدونات. وايد أحسن، وأهم شيء إن الواحد يهتم بكرامته. سلامتك من الآه سعد، إيش فيك؟ كله ساكت وتفكر خير عسى ما شر؟ لا ما فيني شيء. بس إيش دعوة ما فيك شيء؟ يبقى أنا أعرفك عدل عدل. إيش دعوة وأنا متأكدة إن فيك شيء، ولو ما فيك شيء حبيبي أقص يدي مو من هني من الكتف. صدقني يبقى ما في شيء، ما في شيء يبقى، بس يعني الواحد يعني تعبان شوي يعني. بعدين إيش فيها يعني لو واحد سكت شوي يعني؟ تبي طول يومي أنا قاعد أعذر؟ على راحتك. أنا أقول إذا عندك شيء ودك تقول أقول، وإذا ما تبي تقول براحتك. أقول يعني مريم، يعني مريم يعني أنت يهمك يعني إذا أنا فيني شيء ولا ما فيني؟ شلون ما يهمني؟ طبعاً يهمني. أنا لازم أسمعك، أنا لازم أهتم بأفراحك وأتراحك. إيش فيك؟ أنا مرتك هم عيالك. يعني مريم يعني داري إن أنت تعزيني ومرتي وحبيبتي، يعني لو قالوا لي يعني لو أنا يوم من الأيام جبت العيد يعني راح يعني توقفين معي؟ أكيد بوقف معك. بس أنت شو مسوي؟ لا كون مسوي شيء غلط. لا 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 شنو غلط؟ لا سوى غلط غلط. لا 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 إن شاء الله، لا إن شاء الله سوي شيء غلط. لا بس يعني أنا شفتك يعني أنت مهتمة فيني يعني، قلت يعني أبي أشوفك يعني إيش كثر أنت يعني بتوقفين معاي وتهتمين فيني. بس يعني مجرد يعني سؤال، بعدين سؤال يا بعد قلبي أنت سؤالي. أنا بوقف معاك من الحياة للممات بس بشيء واحد. شنو؟ انك تتزوج علي. لا لا شو اتزوج عليك؟ لا دعوة تزوج عليك؟ لا يبا لا شو اتزوج عليك؟ بس يعني اقول يعني مثلا يا زوجتي العزيزة، يعني لو قالوا يا سعد احنا مرتن عجوز وكبيرة في العمر وماسكين حالتها الله كلها وغنية ملايين، عندها ملايين كلها كم من يوم ولا كم شهر وبتموت وبيصير هالحلال هذا الأملاك والسيارة والتجارة والكل شيء والذهب والمكياج هذا كله لك وحق مريم، وانت بعد وين تحبين الذهب وتحبين المكياج؟ يعني مكياجها بلاف يعني انت لأن حطيت المكياج لي وحطيت هالحمرة بعد هني على 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 هالبراطم هذا اللي سنهم التواير سيكل وين يا سلس حلادد ايش قلتي؟ لا حبيبي بقول لهم انتوا خلوا ريايلكم يتزوجون هالعيوز وسعد خلوا لي انا. ملت عليك على وجهك سعد وسعد، ملت عليك وعلى سعد. شيت انتي يقول لك كبيره في السن عندها فلوس فلوس كلها كم يوم بتموت بتموت بتموت. ختموت ختولي ما تهمني، بس انت لي انا فاهم ولا لا؟ ملت عليكم الحريم عقولكم صغار من كلش ما تعليك على وجهك. اقول خل بالك ها وبطل عيونك معاي لا حد يقص عليك. انا قاعد اقص عليك الشرع علي انا اللي بضحي علشانكم عشان تصيرون اقنياء واخري منك بس واخري الى الحذاء ردتك بهالدنيا كلها بالطعن على وجهك. اقول اسمعني مالت عليك وعلى تضحيتك، انا فلوس ما ابي اوكي؟ انا فقيره واحب الفقر، انا عاجبني كذي. عندك شيء ثاني؟ لا ما عندي. ما حصد الأبو هلال منصوبة بنت صغيرة وغنية، إذا عاش معاها دلعته وإذا ماتت صار غني ورثه. صح إيه؟ صح. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة السلام الله ورحمة الله وبركاته. والله عيال حلال نعم. لونا بطاريكم. نعم الله يستر. طارين عندكم سالفة غيرنا هاليومين. والله أنتوا الحين صرتوا موضوع الساعة، وصلتوا للعالمية، كل أصحابي في المغرب بيسألوني إيش الموضوع معاكم. عويني وصلنا للمغرب. يقول لك الرباط الرباط وطنط طنط طنطة. شنو طنطة؟ مصر هذيك طنجة حبيبي بالمغرب. يبا انت عبالكم هالموضوع بسيط، يبا موضوع الزواج بثانية يهم كل رجال العالم العربي. نعم. والإسلامي وأوروبا. صح. وش كنتوا تسلمون عنه يا الأفندية؟ نقول هالمرة أبو هلال صادها صح، فاز عليك. فاز عليك طلب وجهه. شو السالفه؟ علم
قول بعد هد السبحه انت بعد خلاص انفضحنا احنا. اقول شو الموضوع؟ ياك لبس ياك محتى هي مطلع صغيره. هو لا باس شو يقول هذه؟ اقول ليش حتى هي ما طلعت صغيره؟ بلى طلعت صغيره بس عندها لحيه. لحيه؟ وشنب بعد. شنب؟ ايه اقول والله هذا اللي ما كان في الحسبان. اي والله والله يا بري من يوم وانا اضحك يا بري لكن يوم شفت مصيبه بهلال هانت علي مصيبتي. يبقى انا اقول مالكم الا حصون، هو اللي وردكم وهو اللي بيطلعكم، انا اقول تمسكونه تتفاهمون معاه. تتفاهم معاه؟ انا ان شفته بذبحه. انا ذابحه ذابحه ذابحه. يا سعد انت ايش فيك صاير اجرامي؟ يبا خلينا نشوف حل هالورطه اللي احنا فيها وبعدين سوى شقف كباب اللي تبي. الحين ما بحسون اللي احنا لازم نتفاهم معاه. حتى محمد الخطيب لازم نتفاهم معاه. محمد الخطيب؟ من محمد الخطيب؟ محمد الخطيب؟ ايه لاعب نادي الزمالك، هذا اسم الحركي للخطاب ام محمد. ايه اقول يا ام السوالف ايش فيك؟ ايش فيك انت وخالتك قاعدين تغامزون علي؟ ايش عندكم؟ ايش هست؟ ما في شيء بصراحة يعني بس أنا حبيت أقول يعني أسرار أسرار الله يهديك ايش فيك؟ أنا ما قلت لك امسكي لسانك. تمسك لسانك عن شنو؟ أسراروه تحكى يقول ايش عندك ولا خلاص الحين تبتي عن نقل السوالف والحكي؟ ايش فيك؟ داخلة عليك معصبة بصراحة تستاهلين اللي سواه سعد فيك. أسرار أسرار شوي شوي على المرة ايش فيك؟ أنت تبين هالطب علينا ساكتة إذا سمعت الخبر ترى الخبر مو بشوي. هاي أنتوا ثنتين لا تقعدون تجننوني وقولوا لي سعد شو مسوي يا العقارب بسرعة قولوا. بصراحة أنا ما كنت أبي أقول لك بس دام أنت مصرة إنك تعرفين أنا بقول لك سعد تزوج عليك. سعد تزوج عليه؟ لا حبيبتي أكيد هذه إشاعة من إشاعات شويه النحس. حبيبتي لا إشاعة ولا غيره، الخبر صادق والمرأة ما قالت له الصدق. سعد تزوج علي أنا بذبحك بذبحك اليوم يا سعد. اقعد يا رجل الأعمال يا بزنس مان. إي والله أنا بفلوس. هذا سعد وانا بعد بلا شاك عبقتني وانا بعد كلمة مطبع ولا كلمة. هذا سعد وانا بعد بلا شاك عبقتني وانا بعد كلمة مطبع. حول يمين حول يسار مرة يمين مرة يسار سفر يمين سفر يسار أم العلوم ونشر الأخبار. أبغتني أنا وسعد في بلا شاك لا والله أما تصيب ولا تخيب يلا سهلات. ترى الغنى عهي الغنى ما هي ملكات وترى الندى مثل الطمع يلا سلامات. Good boy.